ولكن كما قلت كنحييكم على هذه المبادره، لان هذه المبادرات الحيه هي اللي كنلقاوها دائما في هذه المحطات. عاود ما تجي المرابر الاعلاميه اللي كنخلصوا من عليها الضرائب ديالنا، يعني الضرائب ديال الشعب المغربي، كتكون غائبه مثل هذه المحطات. دونك تحيه مره اخرى. دونك معك اليوم الكاتب الجهوي ديال الجامعه الوطنيه للتعليم الاف ان او على مستوى جهه فاس مكناس. جينا اليوم في الحقيقه ماشي للاحتفال فقط، هو للاحتفال بهذا اليوم يعني الاممي، ولكن كذلك جينا كذلك باش نحتجوا على الاوضاع اللي كتعيشها الشغيله التعليميه على وجه الخصوص، والطبقه العامله على يعني بشكل عام. جينا اليوم باش نحتجوا على الاوضاع المزريه اللي كيعيشها الشعب المغربي من سياسه، يعني نتيجه ديال السياسات ديال التفقير وديال التهميش وديال التجويع اللي كتنهجها الدوله المغربيه، يعني في شخص وزارتها الوصيه على القطاع من خلال مجموعه من السياسات التراجعيه التي نعتبرها تراجعيه بامتياز، من قبيل مثلا يعني الاصرار على تمرير قانون التقاعد، قانون التشغيل، يعني الاستمرار والانضباط التام ديال هذه الدوله، انها يعني متشبته بواحد التشبت اللي هو كبير، ديال انها متشبته بالتشغيل بالعقده اللي كنرفضوها مره اخرى. جينا كذلك باش نحتجوا مره اخرى على السياسات التراجعيه اللي كتنهجها البلاد، من يعني من خلال الضرب ديال المجانيه ديال التعليم، من خلال الشيعه ديال الخوصصه، من خلال كذلك جينا نحتجوا كذلك ديال السياسه ديال الدوله اللي كتنهجها بخصوص الخدمات الاجتماعيه، من يعني على مستوى قطاع الصحه، على مستوى قطاع السكن، على مستوى التشغيل، على مستوى الماء والبيئه، على مستوى الفلاحي. دونك كل هذه السياسات كتضرب في العمق يعني الخدمات الاجتماعيه اللي كيطمح الشعب المغربي انها تحسن، يعني في ظل هذه الشروط الدوليه اللي كتعيشها الدول عامه. ولكن للاسف كنلقاو دائما النهج ديال السياسه ديال التفقير وديال التجويع هي السائده. بخصوص كذلك جينا كنطالبوا، ماشي كنحتاجوا، كنطالبوا بالتزام ديال الدوله يعني بالتزاماتها اللي كتلتزم مع التشغيلات التعليميه على المستوى النقابي، ويعني الالتزام ديالها بالمواثيق الدوليه والحقوق ديال الانسان اللي كتنص عليها الدستور المغربي وكتنص عليها كل المواثيق الدوليه. جينا كذلك باش نطالبوا الدوله المغربيه بانها تساهم في الرفع ديال الاجور ديال الشغيله التعليميه خصوصا والطبقه العامله عموما، داكشي يعني باش تكون كتنسجم مع الغلاء الفاحش اللي كتعرفوا يعني المعيشه على مستوى البلاد، يعني من خلال الزياده في كل المواد الاساسيه والغير الاساسيه، وهذه كتساهم يعني في التجويع والتفقير ويعني ومسح الطبقه الوسطى، يعني ما تبقاش طبقه وسطى، غتولي طبقه غنيه وطبقه فقيره. جينا كذلك باش نطالبوا الدوله انها تراجع، ويعني على وجه الخصوص الوزاره الوصيه على القطاع ديال التعليم، انها تراجع على ذات القرارات الاداريه التاسفيه الانتقاميه، كنسميوها حنايا الانتقاميه، حق مجموعه من الاساتذه اللي مارسوا حقهم الاضراب، وكان اخرها هو التوقيفات اللي كنعتبروها جائره وغير قانونيه، وكتمس في العمق يعني دوله الحق والقانون. دونك كنرفضوا وكنطالبوا باش تراجع الدوله على مثل هذه القرارات، ويعني ارجاع جميع الاساتذه الموقوفين الى بقر عملهم دون قيدين او شرط. وتحيه لكم مره اخرى، وكنشكركم على الانتباه. شكرا جزيلا، تحيه.